مع بداية فصل الخريف من الناحية الفلكية، فريق قسم التنبؤات الجوية في طقس العرب يسلط الضوء على إحصائية فصل الصيف وسلوك الأنظمة الجوية خلال الأشهر الماضية. وقال المتنبئون الجويون في طقس العرب إن فصل الصيف الحالي بدأ بأجواء شديدة الحرارة في مختلف مناطق المملكة، وشهدت المملكة موجة حر في شهر يونيو حزيران، ارتفعت معها الحرارة بشكل كبير في العاصمة عمان ومختلف المناطق، بينما اختلفت الأنظمة الجوية في شهري يوليو تموز وأغسطس آب، حيث لم تتأثر المملكة بأي موجات حارة، وتميزت الأنظمة الجوية بغياب الكتل الحارة، وسجلت الحرارة في العاصمة عمان في مختلف أيام شهر آب وتموز درجات حرارة حول المعدلات، بل وتأثرت المملكة في شهر آب بكتل هوائية ذات درجات حرارة أقل من معدلاتها المعتادة ورطبة، واتسمت الأجواء نهارا بالاعتدال بوجه عام. وبالعودة لشهر حزيران، نرى أن المملكة تأثرت بموجة حر بالفترة ما بين الثاني إلى الثامن من حزيران 2024، وموجة من الثاني عشر حتى العشرين من نفس الشهر، بينما سجلت أعلى درجات حرارة على صعيد المملكة في دير علة وبلغت 47.9 درجة مئوية، وعلى مستوى العاصمة سجل مطار عمان الدولي درجة حرارة بلغت 40.8 في 15 حزيران 2024، بينما لم تتأثر المملكة بأي موجات حارة في شهري تموز وآب، وانتهت هذه الأشهر بدرجات حرارة حول المعدلات المعتادة وأجواء صيفية اعتيادية. فهل هذا يعتبر مؤشرا على موسم مطري قوي وشتاء أبرد من المعتاد؟ تابعونا في طقس العرب لمعرفة آخر تطورات الحالة الجوية.